السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته إخواني الكرام، ومرحبا بكم في مقطع جديد بإذن الله. في مقطعنا هذا إن شاء الله وكما ترون على العنوان سوف يكون عن تسريبات يوم الاثنين بإذن الله. سوف نتحدث في مقطعنا عن الباكج المحتمل نزوله بنسبة كبيرة إن شاء الله يوم الاثنين، كذلك سوف نتحدث عن الأحداث والباكجات الأخرى المحتمل نزولها يوم الاثنين. لذلك قبل البدء في الاطلاع على كل هذه التفاصيل أساطير، لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة، ولا تنسوا تفعيل الجرس يا أساطير ليصلكم أي جديد وأي ثغرات وأي كذلك أحداث وتسريبات إن شاء الله سوف نقوم بمشاركتها معكم في هذه القناة الأسطورية الخاصة بكل ما يتعلق بلعبة أي فوتبول 2023. أول شيء سوف نتحدث عنه في مقطعنا هذا يا أساطير هو الباكج المحتمل نزوله يوم الاثنين بإذن الله بنسبة 99% يا أساطير. ليس هناك أي خبر رسمي لنزول أي باكج ما عدا باكج نابولي الذي أمامكم يا أساطير، وهو باكج صراحة متوسط ما مقارنة بالباكجات السابقة يا أساطير، مثل باكج يعني مانشستر سيتي وكذلك باكج ريال مدريد كانوا من أقوى الباكجات التي كانت حاضرة معنا في لعبة أي فوتبول 2023، إلا أن هذا الباكج يا أساطير هو متوسط نوعا ما يا أساطير. وسوف أقوم بمشاركتكم جميع لاعبي هذا الباكج كما ترون على الشاشة، وكذلك سوف نقوم بالاطلاع على الليفل ماكس لكل لاعب على حدة ان شاء الله. اول لاعب موجود معنا في هذا الباكج كما ترون هو غفارا كما ترون، ويصل ليفل ماكس الخاص به الى 93 او 92 على الاقل يا اساطير. اما بالنسبة للاعب الثاني الذي موجود معنا في هذا الباكج هو كيم مين جاو، كما ترون لاعب دفاعي قوي جدا، من الممكن ان يصل الليفل ماكس الخاص به هو 95 او 96 على الأقل يا أساطير. أما بالنسبة الحارس الذي سوف يكون حاضر معنا في هذا الباكج باكج نابولي كما ترون يا أساطير هو الحارس أليكس ميريت كما ترون، ويصل ليفل ماكس الخاص به إلى 93 أو 94. أما بالنسبة للاعب الرابع الموجود معنا في هذا الباكج كما ترون هو جوفاني كما ترون، ويصل ليفل ماكس الخاص به إلى 94 أو 95. أما بالنسبة للاعب الخامس كما ترون هو أندريد زامبو كما ترون، ويصل ليفل ماكس الخاص به بعد تناسق الفريق طبيعة الحال إلى 94 أو 95. أما بالنسبة للمهاجم الثاني الموجود معنا في هذا الباكج باكج نابولي هو جياكومو راسبادوري، ويصل الليفل ماكس الخاص به إلى 95 على الأقل يا أساطير. أما بالنسبة لأقوى مهاجم في هذا الباكج بالنسبة لي مهاجم أسطوري أساطير هو فيكتور أوسيمين، ويصل الليفل ماكس الخاص به إلى 97 على الأقل يا أساطير. أما بالنسبة لآخر لاعب موجود معنا في هذا الباكج وهو لاعب أسطوري كذلك هو بيوتر زيلينيسكي كما ترون، ويصل ليفل ماكس الخاص به إلى على ما أظن 98 أو 97 على الأقل. هذا هو الباكج المحتمل نزوله بنسبة كبيرة يا أساطير يوم الاثنين. كذلك أساطير سوف أترك لكم الباكجات الأخرى المحتمل نزولها ولكن بنسبة قليلة يا أساطير إن شاء الله، ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.